أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بتوقعات جوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تستمر الرياح الشرقية بالهبوب ودرجة الحرارة المنخفضة التي يكون الإحساس بها منخفض جدا، 7 درجات مئوية فقط المقاسمة الملموسة، 4 درجات مئوية فقط الرطوبة مرتفعة، والرياح تبقى تهب شرقية معتدلة السرعة. نذهب الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا حيث تسود أجواء مستقرة بشكل عام مع استمرار لهبوب الرياح الشرقية، إربد 16 إلى 9 المفرق 12 إلى 8، جرش 14 إلى 9، وعجلون 14 إلى 8 درجات مئوية. نفس الشيء في المنطقة الوسطى، الرياح الشرقية مستمرة بالهبوب، الزرقاء 13 إلى 7، البلقاء 17 إلى 10، عمان 12 إلى 7، مأدبة 15 إلى 7، والبحر الميت 22 إلى 12 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية، الكرك رياح نشطة 12 إلى 5، الطفيلة 16 إلى 8، الشوبك 12 إلى 6، معان 12 إلى 4، والعقبة 24 إلى 13 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية أيضا تشهد هبوب رياح شرقية نشطة تزيد من الشعور بالبرودة، الأزرق 14 إلى 10، الصفاوي 14 إلى 10 أيضا، ورويشد 14 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.